تقدم من الطوائف المسيحية بالتهاني بحلول أعياد الميلاد المجيدة، والتي تأتي في ظروف استثنائية تتطلب طقوساً ومعايدات استثنائية تضمن سلامتكم من الإصابة بالفيروس. واتخذت سلسلة من التدابير والإجراءات الاستباقية لاحتوائه. يمنع التنقل بين المحافظات منعاً باتاً إلا للطواقم الطبية والبضائع الضرورية والمواد الغذائية بما يشمل مدينة القدس. تغلق أي محافظة أو قرية أو مدينة أو مخيم ترتفع فيه أو فيها أعداد الإصابات، وسوف نتابع ذلك بشكل يومي من خلال وزارة الصحة والمحافظين. يمنع دخول أهلنا من أراضي 48 إلى المدن والمحافظات. تمنع حركة العمال من وإلى الأراضي الفلسطينية، ويطلب من جميع العمال المبيت في أماكن عملهم وإجراء ما يلزم من فحوصات طبية. الوباء. وانتهت المرحلة الأولى من انتشار الوباء بتشافي حذر. فيما يتعلق بالصلوات في المساجد والكنائس خارج أيام ومناطق الإغلاق، سيكون هناك بروتوكول خاص في هذا الموضوع. تمنع الحركة للمواطنين ولجميع وسائل النقل من الساعة 7 مساءً ولغاية 6 صباحاً من كل يوم ابتداءً من يومنا هذا الخميس. تمنع الحركة منعاً باتاً في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت ابتداءً من يوم غد الجمعة، مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط. تبدأ من مساء اليوم الموافق 17/12/2020. الحكومة تسعى جاهدة لتنويع مصادر حصولها على اللقاح، حيث أجرينا اتصالات مع منظمة الصحة العالمية وشركة موديرنا وسبوتنيك واللقاح الصيني وأكسفورد البريطاني، وأجرينا اتصالات كذلك مع بعض الدول الصديقة التي تعهدت لنا بتأمين اللقاح، رغم أن اكتمال وصول الكميات الكافية منه التي ستمكننا من تطعيم الجموع لن يكون قبل أشهر من اليوم.